كم مرة بكيتي انت عم تغني؟ ولا بعبالي حبيبي بكيت، انا عم سجلها تأثرت وبكيت، ما في يعني بتجرد انا وبستوديو، يعني كلهم بيقولوا لي انت مغرومة، بقول لهم لا، هلا غنيتيها بدون ما تكوني مغرومة هيك، ما عمي لو مغرومة ما بقدر غنيها هيك. ليه؟ بركي كنت مزعوجة زعجني انه اللي بحبه، بركي كنت عاملة كرامب معدتي او قلبي عم يجعني، كيف بدي فوت غني؟ ما هي كلام كتير حلو وقمة، بحسها انه يعني اقولها بالانجليزي انه الغنية هيدا انه It's too good to be true، يعني لهالدرجة انه ما بعرف اعبر بالصراحة، يعني يعني تقولي يعني غنية مثل فيلم هيك ما بتصير غير بالغنية. ايه بحس هيك، مشان هيك فتأثرت مثل حياة لشخص سمعها، انه في كتير ناس بنقول بتبكينا بس بنحب نضل نسمعها لانه بس يمكن بينبسطوا، حتى الشباب انا ما كنت متوقعة انه ممكن الشباب يحبوا هيك غنية هالقد. صح، انا تفاجأت انه الشباب حابينا مثلهم مثل البنات لانه هي غنية بناتية بامتياز. صحيح. اليسا يعني ما تخيلتي رجل؟ لا انتو عم تغني ما تخيلتي؟ لا، لانك مؤمنة انه ما في هالنوع من الحب؟ لا بالعكس، انا بحب انغرم، بس هيدا المثال مش موجود. المثال لا مش موجود، بدنا نكون واقعيين، انا شخص كتير واقعي. ما في شيء بيرفكت بالحب، ما في حب مثالي. وصلت مرة لهالشعور هالمرة اللي غنت عبالي حبيبي؟ لا لا، اوقات بعد براجع الناس اللي حبيتهم من قبل، بقول انه كان في حدا ممكن انه غني له ولا حدا. لا ما خلق، وحتى هلا اكيد ما حدا لانه منهم موجودين بحياتي، بس بوقتها لا كمان لا، ودليل انه العلاقات يعني عم نحكي عن شيء خالص. ايه بس بحب عيشه، ايه بحب عيشه، بحب عيش، يعني مش انه هلا ما في شيء مستحيل بالحياه، ما في شيء انه منا مثال، يعني ما في شيء انه رح يكون مثالي، بس انه الفات انك تحبي هيدي الشغله كتير حلوه. وانا بحب كتير هالشعور، بحب انغرم، بحب هيك فكر بالليل بحدا، بحب انه كتير انه بيعني لي هالشغله، كتير بتعني لي. كيف بتصير لما تحبي؟ ما كتير بتربط، انا ما رح تفرق عليك انت كشخص بتشوفيني من برا. والله ما كتير بتفرق، بتفرق مع الشخص. ايه اكيد بتفرق مع الشخص اللي انا بحبه، بس بس يعني ما حدا بحس غير شيء صراحة. بغنيله؟ لا بقلو جيب السدي واسمعه. ولا حدا هيك بدينته وشوشتي غنيتي له شي غنية؟ اي غنية كانت شهدة على قصة حب كبيرة ولا غنية؟ وسط. طيب وسط صغيرة، ما رح فوت بتفاصيل صراحة. لا بس الغنية. لا ما في، ما رح سمي لأنه ما في شيء يعني ما في شيء هيك بالذكر، يعني براسي هيك ذكرى حلوة كتير لشخص معين بأغنية معينة. ما بدي أنه بس أحكي لعبي وقت، ما بدي، ما في. يعني أنت بتقولي إليسا مع اللي بيقوله أنه لو كان هيدا حب ما كان انتهى. أكيد لو كان حب، أنه يعني مش بس لو كان حب، هو في حب وبينتهي وبترجعي بتحبه وبينتهي، بس لو كانت هالعلاقة يعني هالعلاقة أو هالحب في كل العناصر بتخليها تنجح ما كانت انتهت. بتقولي الدنيا ما بتعطينا كل شيء. ايه طبعا وبآمن بهالشيء. لما بتدي حاجات أو عم تاخد حاجات، ما حدا بياخد كل شيء بالحياة، يعني هيدا شغلة مفهومة إنسانيا. أنا عندي قناعة بقى فيها، وانا عايشه بالناس، بعرف كيف بيفكروا، بعرف انه بيحكوا مثلي، بيعبروا بنفس الطريقه مثلي، وبيقولوا نفس الشيء. لو خيرتي انه تتركي كل اللي عندك، مال وشهره ونجاح ونجوميه، من اجل الحب؟ لا، فيكم حب وفيكم شهره ونجاح، شو خاص؟ يعني هلا عم الحياه ما بدها تعطينا كل شيء. هلا عم تساليني بوقت كتير خلص، يعني ما بقى اترك شيء كرمال حدا. يعني بعد ما وصلت لهالمرحله وحبيت حالي واقتنعت بحالي وعملت شيء وبصمه بحياتي، هيك بيقولوا. طبعا بت يعني كرمال شخص بتتنازل عن كل شيء؟ لا. هالمره الناضجه كيف بتشوف الرجل؟ بتشوف رجال كاركتر بالصراحه. رجال موقف، انا لقلي الرجال مش شكل، مش شاب حلو. الرجال كيف بيتصرف، كيف بتكون مواقفه معي، موقف الرجال صراحه.
بالأزمات وبال بكل شيء موقف كيف بيكون حدك. أهم شيء إنك تحس بالأمان حد الرجال، يعني تحس إنه أنت كل حال كلمة ما بتتفسر، تحس بالأمان. ما رح أقلك أنا شو بحب، في كتير قصص بحب تكون بشخص وهي أساسية، بقلك مثل كل البنات بحبوا يكون كريم، بحبوا يحترم، هولي بس أهم شيء حس بالأمان حد الرجل. هاي أهم من كل شيء. عندي شو مرة خطوة أولى أنت؟ أنا كتير شرقية من جوا ريما، أنا كتير شرقية يعني بامتياز بالصراحة. ولا ممكن هلا بدك هيدي ليكي، انا ما بقى امن بشيء اسمه ولا ممكن ومستحيل. وارده ما صارت معي بس انه وارده، يعني كنت قبل دائما اقول لا، بس هلا بقول كل ظرف بيعطيك يعني بخليك تتصرفي بطريقه. كل شخص، كل شغله، كل ظرف، كل مكان، كل زمان، يعني ما في شيء مستحيل، ما في شيء بقول لك لا عليه ما بعمله، ما عملته بس يمكن اعمله. عملتي شكل تاني من انواع الحب، انه سلحتي، ترجيتي، ضعفتي، بكيتي؟ طبعا بكيت كتير طبعا قدام رجل. ايه عادي. انا مرة، انا انسى، ما بدي اكون غير انسى بالصراحة. ما بدي اخذ دور الرجل يعني. بدي اعيش كل شغلة بتخليني احس انه انا مرة. بالعكس بحب ابكي لانه انا هيك، هيدا يعني هيدا الوقت هلا خلاني ابكي، هيدي جرأة. لا بدي ابكي هلا، ما بدي انه احط انه شد على حالي وروح، خصوصا قدام الشخص اللي بحبه. زعلني في علي راسي وفل وانبر، يعني عادي. مش عم قال لي كل 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 موقف بخليك تكون شيء. فيك تكون ضعيفه قويه، غلطه كبيره بتقويك، بتصير بتفل، انت مش عم تطلع على وراك. هولي تفاصيل يعني. بس كل ظرف بوقته. وما انا اليسا ما في لا 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 ما في انا اليسا. انا عندي ثقه بحالي كامراه كانثى، بس كاليسا هلا انا اليسا. قولي قولي. لا بصراحة ما عندي إياها. إليسا دايما بتحكي، يعني ما بدي كرر أسئلة بتنسأل لك كتير، بس بدي أحكي معك مواضيع أكتر، يعني إلها علاقة بالمرأة العازبة اللي بتقدر يعني أي امرأة تعملها برات لبنان، فيها تنجب بدون ما يكون عندها زوج، فيها تعمل مساكنة، فيها تعمل إشياء تانية محظورة بالعالم بالعالم العربي. وانت شرقيه بهالافكار بتخطر لا لا بهالافكار لا شرقيه بطريقه تصرفي كامراه. بس انا مع الحقوق المدنيه بلبنان، مع انه المراه تسجل الولد على اسمها. انا لو بلبنان ممكن كنت يعني جبت ولد بدون ما اتجوز. ايه بس انه نحن ما عندنا اياها فما في اعمله. بتنقي رجل حيالله مش حيالله، انه اكس يعني شخص بحبه. ايه انه مش انه بمبي مجهول. عم قلك لو عنا حقوق مدنية هلا ما رح احكي بشي ما عنا ايه، ونحنا كبلد طائفة حكمة بس نحنا الاديان حكمته والطوائف حكمته، ما رح بحياتنا ناخده. يعني نحنا زواج مدني ما عنا. صحيح. تتزوجي زواج مدني؟ اكيد يما كأنا. لا لا اكيد مدني خوفا، مركي مدني وكنسة. لا ما في شي خوفا، بحب الحقوق يعني، بحب القوانين المدنية أنا. وبالكنيسة ليه؟ لأنه أنا بآمن، أنا مسيحية من جواتي. بتخافي من فكرة الطلاق؟ من فكرة ما بحب طلق. إيه بحب، بكره الفكرة. بس أنا بآمن كل علاقة بيحكمها النضج، لأنه لما شخص يكون كبير وناضج يتجوز غير حدا عمره 20 و22 سنة. هوليك معروفة أنه نتيجة الزواج بعدين شو، بس لما الشخص يكون ناضج عم تاخدي شخص ناضج، هيدا يعني الفرص الطلاق أقل بكتير من ما تكون صغيرة وتتجوز. بيدو على زيجات وطلقات النجوم، بينما الطلقات موجودة عند كل الناس طبعا، بس دايما لأنه الأضواء على هالعالم يعني. بالعكس بردون، في ناس بيطلقوا من النجوم ما بتحسي فيهم، في ناس بتحسي كتير فيهم. هن بيقصدوا يعني؟ ايه طبعا هن بيقصدوا، او ما بيقدروا يتحكموا بحالهم وبأقوالهم وبعواطفهم على الهواء او شيء. شو انتو عم تسمعي شو بتحسي؟ بحس انه اوقات هيك يعني لما نشوف شي كوبل انه عندهم اولاد وعم كل واحد بيحكي من طرفه شيء، انه بقول حرام للولد انه رح يعملوا لهم عقده انه المهم تجوزنا وجبنا اولاد، انه عملنا عائله، ما انه هالولاد يعني مش معز اوقات يعني. مثل كل العالم بتحس انه هيدي الخصوصيه لازم تكون عند كل العالم بكافه المجالات، للشخص وللشخص الثاني. ما حدا دخله يعرف شيء يعني. مين بردون انه كل شخص عنده مشاكل بحياته،
كل شخص بدون استثناء. بس هاي لقلك ولا جوزك انت بتحليها، ما اتفقتي بالطلقة يعني. نجوم مظلومين يبقوا بالعلاقات الزوجية، يعني إذا ما لقوا شريك يفهمون ويقدر، يما العكس. بس نحن عم نحكي هلأ بالمطلق، وهي أيوة. عم بتصير برات الوسط الفني أكتر بكتير من الوسط الفني، معناتها هيدا شيء معمم. يعني مش بس للنجوم، مش بس للمشاهير. يعني ليه أوليك يعني المشروع مش ضابط؟ هو كمشروع، هو كمشروع بيكون مش ضابط حقيقة. يعني الواحد، يعني انا هلا بقول لك انه انا في، يعني انا لازم، يعني هلا لازم اتجوز عن حب اذا بدي اتجوز، بس كمان انه حكي مع عقلي شوي، انه اذا هالشخص ما بيناسبني وبعرف انه انا لانه حبته، بس انا عارفه انه رح اوصل لطريق مسدود معه انه ما بتجوزه. يعني ما بخاطر. لازم اقتنع، يعني لازم اقتنع انه هالشخص عاشره، اعرف انه رح فيه يكفي حياتي معه. ما بدي، انا ما بحب الطلاق. سقف شروط عالية يعني؟ لا والله مش كتير. مش كتير، ما في كتير. بحب إنسان مستقل عني، عن شغلي، عن شغله، عنده حياته. لا 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 لا, لا. عندي مدير أعمال. عندي أمين متفقة معه، وبفضل دايما كل شيء شغل يكون لأشخاص من برات، يعني لا قرايب ولا أهل ولا أخوة ولا هيدا، أنا ضده أكيد. لا لا، ما يكون شخص مستقل، بدي أحترمه. طيب بدي يكون عامل حاله، مش شرط يكون، ما رح يكون مشهور، لأنه الشهرة أكتر شيء للفن وللسياسة، يعني بالفن وبالسياسة، إنه بس إنه يستوعب شوي راسه، لأنه كمان نحن أنه نضرب شوي يعني. الانفصامات. لا من ليك، دايما أنا شخص مودي، بس مودي إنه مش إنه بعلاقاتي الإنسانية، مودي إنه مزاجي، إنه أوقات إلي جديد أعمل هالشغلة، أوقات ما إلي جديد أعملها، مثل كل العالم يعني. إليسا، شو اللي بيعطيك هيدا انه تتصفحي تجاه النقد، تجاه الثرثرة، تجاه كل شيء بيواجهك؟ المال ممكن اوقات بتسأل اذا هل المال بيعطينا هيك قوة؟ لا، المال بيعطيك امان مادي، بس امان يعني، بس مش اكتر من هيك. لا لا لا، شغلة، نجاحي، شو بعمل، شو بقدم بعدين. حتى لو ما كنت ناجحة، انا من الاشخاص اللي ما بحب، يعني انه يعني ما بحب رد، ما بحب اتأثر يعني. ومع الوقت صرت اكتر يعني. انه ليك شو بالون بتقولي؟ ايه اكيد لك شو بالون، لانه العالم وصلت على القمر، ونحن بعدنا عم يكتبوا عن تفاصيل بلا طعمة يعني. اليسا معك ثروة؟ الحمد لله مرتاحة. مرتاحة مثل نجمات الغرب يعني؟ يما لا ما بعرف، بس مرتاحة. تعديون؟ لا. لا. لا لا. كيف علاقتك بالمال؟ بحب اصرف كتير. بنبسط انه عم طلع. طبعا بمحل بقول بخبي قرش الابيض اليوم الاسود، ومحل بقول هول كلهم للصرف ولملذاتي يعني. بحب الشوبينج، بحب سافر، بحب يعني كل شيء عبالي اعمله. بتخافي من نهايات الفنانات؟ ايه اكيد، ومشان هيك بعمل حساب مع حالي اكتر. بتقولي هاو لازم يبقوا للاخر أكيد. الايام. ايه ايه، في قصص بنسيها. وإذا تجوزتي بيكون بساعد يعني؟ أكيد بحب أكون مشاركة يعني، شريكة بكل شيء مع زوجي. مش ما دخله؟ لا دخله. بقدي وكيفه هيك؟ لا ما دخل، لا أنه دخله، مش أنه يعد يحسبني، لا بس أنه دخله. أنه لا، أكيد فهم سؤالك غلط. يعني أنا عندي مصريات وأنت عندك مصرياتك، ومنعيش هيك. لا، منتشارك. أنا مع المشاركة، خصوصي إذا هو كان أنه بيطلع أقل مني، يعني طريقة شغله غير. وما أكيد رح تكون، أكيد رح تطلع أقل مني. لا أكيد رح تكون طريقة شغله غير. يعني أكيد ما رح يكون فنان. هيدا أكيد يعني. ليه؟ ما بحب بركة. لا لا، تحصيل حاصل، هذا جواب نهائي. جاوبني. ولبناني؟ جاوبني هي. ايه جاوبني هي لبناني. هلا برجع بقول لك، بجوز انه اتعرف على حدا اجنبي على بكره وحبه وتجوزه. يعني بس انه المستحسن انه يكون لبناني. الافضليه للبنانيه. طبعا ابن بيئتي. ايه اكيد.